السلام عليكم، مساء الخير، وتوحشوني من كل نص دقيقة ربع دقيقة نص ساعة ربع ساعة، وهتوحشوني من الترم ده لغاية ما تتخرج إن شاء الله. دي آخر محاضرة في الكورس اللي هي محاضرة 9. في بارت 1 في آخر المحاضرة إن شاء الله هعرفكم الامتحان جاي ازاي، والدرجات متقسمة بين بارت 1 وبارت 2 ازاي، والمين سكيلتون بتاع الامتحان ازاي. ماشي، نركز بقى. الكورس المفروض كان فيه محاضرة كلينيكال انزيمولوجي غير محاضرة تيومر ماركر، دي كان فيه محاضرة كلينيكال انزيمولوجي لغيتها، وكان فيه محاضرة دايابيتس ماليتس لغيتها. ليه؟ عشان ضيق الوقت، الوقت داخل علينا مزنوق جدا، داخل علينا رمضان وفترة اعياد واجازات والترم زنق خلاص، فالمفروض كان يبقى لسه باقي لنا اسبوعين كمان مفروض، بس يعني الحمد لله على ان هي جت على لغايه دلوقتي كده. يبقى خدنا 12 محاضره في الكورس، 12 محاضره في الكورس، 9 بارت 1 و3 محاضرات بارت 2، دكتور رانيا 3، دكتور صامول 9. ماشي، اقول لكم في الاخر توزيع الدرجات في الامتحان تمشي ازاي. ماشي، الديزاين بتاع الدرجات اللي بتقسم من بارت 1 و2، لكن توزيع الدرجات على الاسئله دي مش في ايدي دلوقتي. ماشي، نتكلم دلوقتي على محاضره التيومر ماركر. محاضره التيومر ماركر، حقيقه التيومر ماركر دلالات اورام. يعني ايه دلالات اورام؟ انا بشوف الماركر اللي طالع في الكانسر ده واعمل له ديتكشن عشان اعمل دايجنوزز للكانسر، بس اسمها تيومر ماركر، دلالات الاورام بنسمع عنها كتير. ماشي، حقيقه الامر في التيومر ماركرز انها محاضره حفظ، ما فيهاش شيء كتير. ماشي، فهي محاضره متابعه، واحفظ التيومر ماركر ده في انه ديزيز، وانه ديزيز بيطلع تيومر ماركر فلاني، والسؤال في الامتحان بيجي مباشر. ماشي، يعني ممكن يدخل في حته الكيس زي ما دخلنا في حته الكيس البريست كانسر اللي فاتت، ممكن حته الكيس بس زي كده، ويبقى سؤال مباشر برضه. واضح؟ نمسك تيومر ماركر، اول مره اشوف الشكل ده في حياتي. عشان اقول تيومر، النورمال سيلز يحصل لها ابنورمال اكسسيف اكساجوريتد جروس، نورم ابنورمال سيل اتحولت لمالتيبلاينج مور مالتيبلاينج ابنورمالي، وتحولت في الاخر الى مالجننت. ماشي، نورمالي الجروس بتاع السل بتاعنا متحكم فيه 2 جين. ماشي، جين يزود الجروس هو الانكوجين او بروتو انكوجين، ده بنسميه جروس بروموتنج جين، هو اللي بيعمل سيل ديفيجن. ماشي، عشان السيل ديفيجن ده ما يزيدش عن حده، ربنا عامل لنا بالانس، كاونتر بالانس، كاونتر بالانس الجين تاني اسمه تيومر سبريسور جين. ماشي، يبقى الانكوجين استيميوليت السيل ديفيجن، والتيومر سبريسور جين انهبت السيل ديفيجن. امتى يحصل كانسر؟ لو حصل انبالانس، سواء الانكوجين زاد او التريشن في الاكسبريشن زاد، او انهبيشن او سبريشن في التيومر سبريسور جين. خدتوا الكلام ده في البارت اللي فات؟ ماشي، يبقى هيحصل تيومر. خلاص، التيومر يحصل بالشكل ده، ادي النورمال سيل، وحصل اكسسيف اكساجوريتد سيل ديفيجن، مالتي اوتونوماس جروس في السيل ديفيجن، وعمل تيومر ماس تيومر. ماشي، الكانسر ده ليه ستيجز؟ ايه الستيجز بتاعت الكانسر؟ هما 5 ستيجز، 4 ستيجز، هما 5 دلوقتي، بس خلينا في الفور الاولد سكول يعني. 4 ستيجز، لوكالايزد كانسر، لوكالايزد في الاريا في الكيدني مثلا، لوكالايزد في المنطقه بتاعته، بنسميه برايمري كانسر. ماشي، الكانسر ده يحصل له انفيجن للريجنال لينف نود، يروح لللينف نود اللي جنبه، سوري الابيثيليال سيلز الاول، الابيثيليال سيلز والبلاد فيسلز اللي جنبه،
يبقى لما يعمل انفيجن للابيثيليال سيل والبلاد فيزلز اللي جنبه ده ستيج 2. يبقى ستيج 1 هو البرايمري لوكالايزد ماس، حصل ميتاستاس او انفيجن للابيثيليال والبلاد فيزلز اللي جنبه ده ستيج 2. لما يوصل للليمف نود ريجونال، الليمف نود اللي جنبه، الليمف نود اللي جنبه دي ده ستيج 3 مايجريشن انتو ريجونال ليمف نود. لما يروح للليمف نود بعيده او تشو بعيد اسمه ميتاستاسيس ده ستيج 4. يبقى ستيج 1 لوكالايزد برايمري، ستيج 2 انفيجن اوف ابيثيليال بلاد فيزلز، ستيج 3 انفيجن اوف ريجونال ليمف نود، ستيج 4 تشو از ديستنس انفيجن اوف ذا تشو از ديستنس او ديستنس ليمف نود. ماشي خلاص. اي تيومر بيبدا برايمري ويمشي في الستيجز دي كلها، ولما يعمل ميتاستاسيس ممكن يبقى تيومر في البريست ويعمل ميتاستاسيس على الليفر، يبقى جاب لي كانسر في حته ثانيه. فالليفر فالكانسر ليفر ده او الليفر ده بنسميه السكندري كانسر لان البرايمري كان بريست. واضح القصه؟ واضح القصه؟ مثلا ادي البريست اللي سايلها ده ستيج 1 كانسر بريست، ستيج 2 كانسر بريست راح للابيثيليال سيل والبلاد فيزلز، ستيج 3 راح للريجنال ليمف نود، وستيج 4 راح ميتاستاسيس للاذر تيشو او انفيجن للاذر تيشو. ده البروستاتيك كانسر ستيج 1 لوكالايزد، وهنا ستيج 2 للابيثيليال والبلاد فيزلز، وبعد كده ستيج 3 راح للريجنال ليمف نود، وبعد كده لما يروح للاذر ديستانس يبقى ستيج 4. خدنا فكرة عن الكانسر، وفي الباثولوجي خدت الكانسر بالتفصيل والفرق بين الملجنال والبناين والنورمال. ماشي هنبدأ في تيومر ماركر. ماشي يعني ايه تيومر ماركر؟ يعني ماركر، يعني ماركر ده يعني ايه؟ يعني هرمون او انزيم او بروتين او جين او اي سبستانس تزيد في التيومر نسميها دلالات الاول. ماشي يبقى التيومر ماركر ده عبارة عن produced بالتيومر itself أو produced بالهوست بالهيومن بالتيشو in response to cancer. ماشي؟ يعني الكانسر يطلعه أو يطلع نتيجة التيشو اللي فيها كانسر. ماشي؟ يبقى produced by tumor or by host in response to the tumor. الأيديال تيومر ماركر، الأيديال تيومر ماركرز المفروض يبقى سبيسيفيك وسندف. انا بقول المفروض عشان هقول دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط الحقيقه. يعني المفروض يبقى سبيسيفيك لسيرتن تايب اوف كانسر، الكانسر الفلاني طالع له تيومر ماركر الفلاني ده المفروض. وسنسيتيف، سنسيتيف ازاي؟ يعني ديتكتد ان ايرلي ستيج، يعني سمول كانسر يطلع لي الماركر بكسر، يبقى enough to detect small tumors for early diagnosis. ماشي؟ لسوء الحظ ولسوء بختنا ان مفيش تيومر ماركر واحد سبيسيفيك وتيومر ماركر واحد سنسيتيف، ما عدا كام حاجه بسيطه كده بنعتبرهم، احنا بنعتبرهم زي البي اس اي هنا دلوقت، وزي الالف فيتوبروتين بنعتبره معانا. الالف فيتوبروتين بيزيد حاجات كتير، هقول دلوقتي تفاصيل الحته دي تاني بعد شويه. ماشي عشان كده في التيومر ماركرز عشان نشخص تيومر ما نستخدمش سنجل تيومر ماركر، نستخدم على الاقل تريبل تيومر ماركر عشان نقدر نشخص التيومر ده بالذات. لما الاقي التريبل السبيسيفيك بيزيد انا بقول خلاص ان ده بقى كولوريكتال كارسينوما، ده بريست، ده اوفيريان كارسينوما، ده بروستاتيك كارسينوما، وهكذا. خلاص في نوعين من التيومر ماركر، تيومر ماركر تيومر سبيسيفيك ماركر وده سبيسيفيك لسنجل تيومر. انا عندي تيومر بيطلع ماركر 1 ويطلع ماركر 2 ويطلع ماركر 3. تيومر سبيسيفيك ماركر. ماشي تيومر سبيسيفيك مارك، ماشي
انما في نوع تاني اسمه تيومر اسوشيتد ماركر. يعني ايه تيومر اسوشيتد ماركر؟ يعني انا عندي تيومر في البريست وتيومر في الجي اي تي وتيومر في الكولن وتيومر في الليفر، كلهم بيطلعوا لي تيومر ماركر واحد. مثلا السي اي ايز جنرال هناخد بعد شويه، ده اسمه تيومر اسوشيتد ماركر. تيومر اسوشيتد ماركر يعني هو اسوشيتد مع التيومر ده واسوشيتد مع التيومر ده واسوشيتد مع التيومر ده واسوشيتد مع التيومر. عشان كده ده نون سبيسيفيك. السي اي ده هناخده بعد شويه ان هو ده جنرال تيومر ماركر ونون سبيسيفيك. ماشي لغايه دلوقتي؟ ماشيين حته حته في المحاضره. كلينيكال ابلكيشن اوف تيومر ماركر. كلينيكال ابلكيشن، لما اقول كلينيكال ابلكيشن في الامتحان في اي حاجه، في اي حاجه كلينيكال ابلكيشن، هجيب لك ماركر معين هرمون مثلا اف اس اتش واقول لك الكلينيكال ابلكيشن بتاع الاف اس اتش، هتكتب لي الاف اس اتش ده بينكريس في الديزيز الفلاني وديكريس في الديزيز الفلاني. دي كلمه كلينيكال ابلكيشن. ماشي، عشان السؤال ده ناس كتير غلطت فيه قبل كده. ماشي، هقول في اخر المحاضره الايه طريقه الاسئله. كلينيكال ابلكيشن اوف تيومر ماركر بستخدمه في ايه؟ اعمل له ابلكيشن في ايه؟ في سكريننج للكانسر. يعني ايه سكريننج للكانسر؟ اروح قريه من القرى وهمسك الناس اللي موجوده الفيميلز كلها وهعمل لهم ماركر للبريست، تيومر ماركر للبريست، وهعمل سيلكت البريست كانسر عشان اعمل له اعلى زي الحملات اللي بتطلع من وزاره الصحه كده سكريننج. ماشي، القصه دي ليميتد. ليه بقى ليميتد؟ لقوا ان كل تيومر ماركر اكسبت البي اس اي اللي هو بي اس اي هنعمله بعد شويه، سبيسيفيك انتيجين بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين هنعمله بعد شويه في البروستيت، ده الوحيد اللي هو سبيسيفيك والوحيد اللي هو السنسيتيف. ماشي، لقوا كل تيومر ماركر لو سنسيتيف لو سبيسيفيك. لو سنسيتيف يعني انكريزد في الليت ستيج نوت انكريزد في الاند ستيج، مش هيقدر يشخص ليه بقى، وبالتالي السكريننج هتفشل. ماشي، تاني حاجه لو نوت سبيسيفيك، نوت سبيسيفيك ليه؟ ممكن الاقي التيومر ماركر ده موجود في اذر تيومر في اذر كانسر، يبقى مش هيقدر يقول ان دي بريست فعلا. ماشي، يبقى دي ليميتد عشان لو سبيسيفيك ولو سنس. واضحه دي؟ بعد شويه هنعرفكم ليه احنا بننزل التيومر ماركر طالما في لو سبيسيفيك ولو سنس. هقول ليه بعد شويه او ليه بنعملها. نمبر 2 الكلينيكال ابلكيشن، نمبر 2 دايجنوستيك للكانسر، نفس قصه السكريننج لو سنسيتيف ولو سبيسيفيك ودي ليميتد. الله يا دكتور، يعني مش نعمل دايجنوستس؟ لا، ما انا قلت من شويه هنعمل دايجنوستس، نستخدم على الاقل تريبل تيومر ماركر. في حاجات نستخدم فيها 6 تيومر ماركر عشان نقدر نشخص. ماشي، ومش تيومر ماركر بس، لا ده بنعمل معاه ايميجنج وام ار اي وسي تي عشان اقدر اشخص الايه تيومر. ماشي، يبقى هو برضه في الدايجنوزز عشان استخدم واحد بس برضه لو سنسيتيف ولو سبيسيفيك. رقم 3 ايفالويتنج البروجنوزز. يعني ايه البروجنوزز؟ اللي هي الستيجز اللي بتحصل. اقدر ايفالويت البروجنوزز برضه ليميتد في الايه ايفالويت البروجنوزز، لانها ما هوش اكيوريت. الاكيوريسي از نوت جود انف. ماشي، نمبر 4 بريدكشن للتريتمنت ريسبونس، اتنبا للاستجابه للدراج. بريدكشن اوف ثيرابيوتيك ريسبونس، ودي امبورتنت. ليه امبورتنت؟ اكتشفوا دلوقتي ان في بعض الريسبتورز زي الاستروجين ريسبتورز والبروجستيرون ريسبتورز بيستخدموها از بريدكشن للريسبونس بتاع الايه بتاع السيرم. هنقول دلوقتي اكزامبل منهم الهير 2 سلاش نيو. ايه الهير 2 سلاش نيو؟ الهير 2 ده ريسبتور للهير 60. ايه الهير 60؟ الهير 60 ده انتي استروجين. بيعمل ايه؟ بيروح يشتغل على الريسبتور ده، والريسبتور ده استروجينيك على فكره، يروح يشتغل عليه عشان يعالج البريستيكاز.
يعمل انتي استروجين افكت في البريستكال. ماشي. بالتالي انا لو عملت تيومر ماركر هير 2 سلاش نيو، هير 2 سلاش نيو مكتوبه اهي اهي، هير 2 سلاش نيو ده عباره عن تيومر ماركر، ريسبتور تيومر ماركر. ماشي. لمين؟ للريسبونس بتاع هير 60. لو لقيته بوزيتيف يبقى في البريست كانسر ده هدي هير 60 عشان يعالج. لو لقيته نيجاتيف هديك مسافر. يبقى هنا بديتكت الريسبونس بتاع التريتمنت قدر يوجهني ان انا هدي تريتمنت ولا. ماشي. حته فيري امبورتنت النقطه الرابعه دي مهمه، 4 و8 في الحاجات دي مهمه، رقم 4 دي مهمه. نمبر 5 تيومر ستيجنج، زي ما قلت في البروجنوزز نوت جود انف، نوت جود انف ان هو يقدر يعمل لي ديترمينيشن للبروجنوزز والستيجز بتاع الكانسر، نوت جود انف فور اكيوريت ستيجنج. نمبر 6 ديتكتنج تيومر ريكيرنس اور ريميشن، كلمه ريكيرنس اور ريميشن يعني انتكاسه، ريكيرنس او ريميشن دي انتكاسه. هل هو ديتكت الريكيرنس؟ برضه ليميتد. ليه بقى؟ لان احيانا بيحصل ريكيرنس في الكانسر وزوت انكريز التيومر ماركر، لان هو اصلا لسه وزوت انكريز التيومر ماركر. ايه هو المفروض ايه؟ يزيد في الايرلي. لا هو بيزيد احيانا، بيزيد في الايه؟ في الليت ستيج. فعشان كده برضه ليميتد ان هو ديتكت الريكيرنس. ماشي. طيب رقم 7 تيومر ماركر يعمل لي ديتكشن لللوكاليزيشن اوف تيومر، لوكاليزنج تيومر اند دايركتنج الراديو ثيرابي، الراديو تريتمنت، راديو ثيرابي تريتمنت، اقدر اعمل بيه لوكاليزيشن واقدر اعمل دايركت الراديو ثيرابي برضه ليميتد. ليه؟ لان فيو تيومر ماركرز ار افيلبل فور ذيس ابلكيشن، فيو منها هي الافيلبل الابلكيشن دي بس. ماشي. رقم 8 مونيتورنج للإفكتيفنس بتاع الكانسر ثيرابي، مونيتورنج للإفكت، هيقول لي ده هيجيب نتيجه ولا ده مش هيجيب نتيجه. اه زي ما خدناها في ان هو الريسبونس، برضو في الإفكتيفنس، مونيتورنج للإفكتيفنس اوف كانسر ثيرابي ده مور سيفر ذان راديولوجيكال وانفيزيف بروسيدير. ايه هي الانفيزيف بروسيدير؟ اللي هو الليفر بايوبسي. الليفر بايوبسي بدل ما انا هدي تريتمنت وهشوف الافكت بتاعه سليم يعني بيجيب افكت ولا لا، وهعمل ليفر بايوبسي. عملتها مره مش هقدر اعمل المره الثانيه عشان اشوف الافكت مور جاب مور افكت ولا لا، ولا مره ثالثه ولا رابعه، لان دي ايه؟ حاجه بتعمل انفيزيف. انفيزيف يعني ضار او مسيئه، انما هو التيومر ماركر نون انفيزيف، فهو برضه امبورتنت في الايه؟ في الديتكتنج الافكتيفنس اوف ثيرابي. يبقى بيعمل حاجتين، مونيتورنج ومونيتورنج الافكتيفنس، ورقم 4 بريدكت ريسبونس تنبؤ بالعلاج ومونيتور العلاج. واضحه دي؟ التيومر ماركر ده انا هعمله ازاي؟ زي ما خدنا الهرمونز بنعملها ازاي؟ بنعملها اميونو اسي الايزا او راديو اميونو اسي او اتش دي ال سي او سبكتر فوتومتر او الكتروفوريسيس او ماس سبكترومتري. طرق العلاج كلها بتعمل بنستخدمها برضه في التيومر ماركر، ودلوقتي في اوتوماتيك سيستم للتيومر ماركر. ايه هي بقى التيومر ماركر؟ ايه هي انواع التيومر ماركر؟ اول حاجه في التيومر ماركرز هي الانزيمز از تيومر ماركرز. الانزيمز از تيومر ماركر، الانزيمز احنا عارفين الانزيمز دي اصلا اغلب الانزيمز انتراسيلولر، صح؟ او تقريبا موست للانزيمز انتراسيلولر. امتى الانزيمز تطلع بره السيل وتروح البلاد عشان اعمل لها ديتكشن؟ لما يحصل الممبرين ده يحصل دامج او نكروزز، والكانسر بيعمل نكروزز للممبرين بتاعته فيعمل لي ليكج للانزيمز بره. بما ان الانزيمز موجوده، اغلب الانزيمز موجوده في اغلب التيشو، يبقى الانزيمز دي نوتس ريسبت. ماشي؟ نوتس ريسبت. خلاص؟
ايه هي انواع الانزيم اللي نستخدمها بقى؟ اول حاجه الكالاين فوسفاتيز. الكالاين فوسفاتيز خدناه في الليفر وهو اصلا بيزيد في الليفر والبون، يعني ممكن استخدمه كتيومر ماركر للليفر كانسر والبون كانسر وحتى لو في سكندري كانسر ميتاستاسيس من البريست او من البروستيت على الليفر وعلى البون برضو اقدر استخدم. يبقى الكالاين فوسفاتيز برايمري وسكندري ليفر كانسر، ديتكت البرايمري والسكندري ليفر كانسر، والميتاستاسيس كانسر على البون اند ليفر انفولفمنت سواء من البريست او من البروستيت. ماشي. الالكالاين فوسفاتيز ده اكسكريتد من البلاسينتا صح، ولما يحصل تيومر في البلاسينتا في الفيميل هيحصل تروفوبلاستيك تيومر تمام، والتروفوبلاستيك تيومر هيطلع الكالاين فوسفاتيز. البرانش بتاع الكالاين فوسفاتيز هنا بلاسينتا الكالاين فوسفاتيز. ماشي. احنا خدنا تروفوبلاستيك تيومر قبل كده بيطلع ايه؟ اتش سي جي. يبقى طلع الكالاين فوسفاتيز واتش سي جي، تيجي صح وغلط دي. ماشي. يبقى برضو بيستخدم في التروفوبلاستيك تيومر. طب في الميل بيطلع منين؟ من التستس. الاتش سي جي بيطلع من التستس، هناخد بعد شويه الاتش سي جي. ماشي. وهو يستخدم اس تيومر ماركر للتستيكولار كانسر ده الاتش سي. السؤال اللي تعالى قبل كده، الكالاين فوسفاتيز لو انتوا خدتوا الانزيمز، خدتوا الانزيمز في الثيرابيوتكس او في ماده اخرى؟ نعم. ما خدتوش الكالاين فوسفاتيز؟ لا، دي خمسه ايزو انزيم. ايه الخمسه انزيم بتاع الكالاين فوسفاتيز؟ واحد صديقي جيراني من بلدنا من بلدكم اسمه عم لبيب كامل. ماشي. عم لبيب كامل ده عنده ليفر وعنده بون وعنده انتستين ومراته عندها بلاسينتا وهو عنده كدني هو ومراته. ماشي. الالكالاين الفوسفاتيز ليه خمسه ايزو انزيم موجود في الليفر والبون والانتستين والبلاسينتا والكدني. هو لارجلي في السيركوليشن من الليفر والبون، والبلاسينتا في التروفوبلاستيك تيومر. ماشي. عشان ما خدناش محاضره الانزيمز بس فبقول حته تفصيليه شويه محاضره الانزيمز. نمبر 2 في التيومر ماركر في الانزيم اس تيومر ماركر الكرياتين كاينيز. وخدت الكرياتين كاينيز دي فين؟ في المايوكارديال انفاركشن، خدتوها في الثيرابيوتكس. الكرياتين كاينيز ده ثلاث حاجات، سي كي 1 سي كي 2 سي كي 3. سي كي 1 اللي هو البي بي من البرين، سي كي 2 اللي هو الام بي من الهارت، وسي كي ام ام من ايه؟ من المسك. ماشي؟ ماسكولار انفولفمنت. هو بيستخدم تيومر ماركر السي كي 1 السي كي بي بي، هو اللي بيستخدم تيومر ماركر سي كي 1 استيومر ماركر لمين؟ للبروستاتيك كانسر والسمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج. ايه ده؟ ده حاجه المفروض في البرين يستخدم از تيومر ماركر لحاجه تانية؟ ما هو اي انزيم في الدنيا موجود في كل السيلز، بس لما بنقول موجود في الحته الفلانيه معناها موجود في الحته دي بكثره، انما لما يزيد من البروستاتيك يبقى في كانسر، البروستاتيك كانسر او سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج. ماشي. لانج كانسر تمام. اللانج كانسر بنقول عليها سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج اس سي سي ال. واضحه؟ ده عالميه، حاجه عالميه. ماشي. نمبر 3 في الانزيمز استيومر ماركر لاكتيت دي هيدروجينيز انزيم ال دي اتش، واحنا عارفين ال دي اتش اللي ده ليه خمسه انزيم LDH1 والDH2 لغاية 5. 1 و2 موجودين في الهارت والRBCs. نمبر 5 وشوية من الفور موجودين في الليفر والمصر. ماشي؟ بنستخدم LD5 استيومر ماركر. LD5 استيومر ماركر في مين؟ في الليفر ميتاستاسيس السكندري افكت الليفر، والسي ان اس ميتاستاسيس كانسر على يروح على السي ان اس، واللمفوما سواء نون هوشكو لمفوما
هنقول الفرق بين هوشكن ونون هوشكن في الاخر. والاكيوت لوكيميا اربع حاجات: ليفر ميتاستاسيس، سي ان اس ميتاستاسيس، لمفوما، لوكيميا. واضح؟ تعالوا نشوف الانزيم اللي بعده. الانزيم اللي بعده ان اس اي نيورون سبيسيفيك انوليز. نيورون سبيسيفيك انوليز ده تيومر ماركر للنيوروندكراين سيلز. نيوروندكراين سيلز زي ايه؟ سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج، دي بتتحول بتبقى كارسينويد نيوروندكراين. ماشي؟ واحنا عارفين السمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج بتطلع هرمون بعد كده اللي هو الاس اتش ان اغلب شويه. خدتوها في الكاشينج. ماشي؟ يبقى نيوروندكراين اوريجين زي السمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج والنيوروبلاستوما والفايكروموسايتوما. خدتوا فايكروموسايتوما مع الدكتور رانيا، والنيوروبلاستوما هي زي الفايكروموسايتوما بس في الاطفال. ماشي؟ تيومر في الكروماتين سيل في الاطفال. واضح؟ يبقى ده نيوروندكراين. احفظوا كده بنيوروندكراين. سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج، نيوروبلاستوما، فايكروموسايتوما. ماشي؟ نمسك الكاليكرين. الكاليكرين ده انزيم بروتيز انهيبيتور انزيم. ماشي؟ الكاليكرين موجود في الحاجه اللي فيها هرمونال، هرمونال باي ماركر، هرمونال تيومر ماركر، هرمونال مالجنسي ساتش از بروستاتيك تيستس بريست اوفر. ماشي؟ يعني في الميل والفيميل. يبقى هو تيومر ماركر للبروستيت والبريست والاوفر والتيستس. نمبر 6 في الانزيمز بروستاتيك اسيد فوسفاتيز. باب بروستاتيك اسيد فوسفاتيز. انتوا عارفين الاسيد فوسفاتيز ده ليه كذا ايزو انزيم موجود. الجزء اللي موجود في البروستاتيك بنستخدمه از بروستاتيك كارسر، بس عشان هو له سنسيتيف ولو سبيسيفيستي قال دلوقتي بنستخدم البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين البي اس اي دلوقتي مكانه دوره دلوقتي. يبقى الباب ده في المالجنس بتاع الاستيوجينيك ساركوما بون، وفي البروستاتيك مشكلته ان هو بيزيد في البناين هايبربليزيا، والبناين ده مش تيومر بناين، فهو ايه نوت سبيسيفيك بيزيد في البناين والتيومر. نعم. وعشان كده الاسيد بص برافو عليك برافو عليك. ماشي؟ ده بالنسبه للجزء اللي احنا خدناه، بس هو الموضوع اكبر من كده. البروستات كاست الموضوع كبير، لو خدنا الانزيمز هنلاقي تفاصيل عليه كتير. ماشي؟ بس هو زميلكم بيقول لي احنا خدنا مرتين، يا كان عايز اقول لكم احنا خدنا مرتين. لو اسناف السمن، لو اسيد فوسفاتيز في السمن يبقى ده باي ماركر في السمن، لو اسناف البلاد ده ماركر في البلاد. ماشي؟ برافو عليك يا سامر، يعرف يعمل انتربريتيشن ويعرف قرر دماغه. بحب انا الدماغ دي يا سامر. ماشي؟ اشكرك. ماشي؟ عشان كده الكلينيكال يوز بتاع الباب ده هاز بين ريبليسد باي بي اس اي. نمسك البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين ده مور سبيسيفيك مور سنسيتيف للبروستاتيك كانسر. ماشي؟ يبقى هو اكستريملي يوزفول اس تيومر ماركر فور بروستاتيك كانسر. بنعمل له ديتكشن في البلد بشقين بتو بارتس، يا اما بايند يعني كومبلكسد، كومبلكسد مع بروتين. ايه البروتين اللي كومبلكسد معاه؟ الفا 2 ماكروجلوبولين والفا 1 انتي تريبسين، حتى بنسميه بايند بي اس اي. وجزء ماينور فراكشن فري. احنا لما يجي لك التحليل كده في الريكوست تبص تلاقي يقول لك اعمل لي البايند بي اس اي والفري بي اس اي. انت مش عارف البايند يعني البايند ده هو كومبلكسد مع البروتين ده الكارير بتاعه الفا 2 ماكروجلوبولين والفا 1 انتي تريبسين. ماشي؟ البي اس اي عشان هو سنسيتيف وسبيسيفيك بنستخدمه ديتكت الاستيج بتاع الكانسر، كمان يعمل مونيتورنج للتريتمنت بتاع البروستاتيك كانسر، كمان يقدر يعمل لي ديتكشن للبروجريشن بتاع ايه بتاع الديزيز. ماشي؟ يبقى ديتكت الاستيجز والمونيتورنج التريتمنت والبروجريشن بتاع الديزيز. فيري از فيري امبورتنت البي اس اي. عليه سؤال هقوله بس بعد شويه. خدنا الانزيمز از تيومر ماركر، ناخد الهرمونز از تيومر ماركرز.
الهرمونز زي ما انتم عارفين ان الهرمونز ده سكريتد من اندوكراين جلاند ماشي، ولو هو سكريتد من اندوكراين جلاند بنسميه نورموتروبيك سكريشن، يعني من المكان الطبيعي بتاعه. لو المكان الطبيعي بتاعه ده بما ان الكانيون في كانسر فيها ادينوما فيها كارسينوما بتطلع لي الهرمون الفلاني اللي هقوله دلوقتي ماشي، يبقى دي اسمها نورموتروبيك برودكشن. لو هو جه من مكان مش من مكانه، من مكان اخر، من لهمك، بنسميه اكتوبيك برودكشن. خدتوا الكلام ده مع الدكتور رانيا ومعايا في التوتوريال ماشي. اكتوبيك برودكشن اكبر اكزامبل للموضوع ده الاي سي تي اتش، هتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي ماشي. نمسك الاي سي تي اتش اهو، ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بنستخدمه استيومر ماركر. ده احنا خدناه يا دكتور في الاندوكراين بس هنا استيومر ماركر. تيومر ماركر لايه بقى؟ للسمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج، عمال يطلع من اللانج. تيومر ماركر ليه تاني؟ للبيتيوتري ادينوما. البيتيوتري ادينوما دي نورموتروبيك، والسمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج ده اكتوبيك برضه ماشي. انا هقدر افرق ازاي بين الاكتوبيك والنورموتروبيك؟ بالديكساميثازون سابريشن تيست. خدت الديكساميثازون سابريشن تيست بس ما خدتوش تفاصيل عنه. هقول كلمه صغيره عن الحته دي، انما هو ليه ابلكيشن اوسع. لو عايزين الاوسع اقول الاوسع، اقول الحته دي بس. الحته دي بس اتفضل. انا عندي اكتوبك ACTH يعني small cell carcinoma of the lung، وعندي normotropic ACTH يعني pituitary adenoma. ماشي. انا هدي الشخص ديكسا ميسا زون. ايه ديكسا ميسا زون ده بقى؟ التست ده اسمه ديكسا ميسا زون سابريشن. سابريشن ليه يا جماعة؟ تست ليه سابريشن؟ انكريز برودكشن، حاجة فيها انكريز برودكشن بعمل سابريشن بالتست. مش احنا خدنا في الاندوكراين الحاجة اللي فيها زيادة نعمل سابريشن تست، حاجة اللي فيها نقص نعمل سابريشن تست. ده تطبيق للاندوكراين شويه ماشي. الديكساميثازون ده عباره عن ايه؟ انالوج للكورتيزول، بس ما هوش كورتيزول في الاستراكشر، ده استراكشر مختلف. انالوج في الكورتيزول ازاي؟ نورمالي لما ادي الديكساميثازون ده، يروح يعمل لي يقلل الاي سي تي اتش ويقلل لي الكورتيزول ليفل ماشي. ده نورمالي ماشي. يعني انا هدي ديكساميثازون يا دكتور واقيس كورتيزول هدي ايه واقيس ايه؟ هدي ديكساميثازون وميجر كورتيزول. طب انديكيت ايه؟ انديكيت الات نعم. هشوف ايه هيأثر على مين فيه. الديكساميثازون بديه بطريقتين، لو دوز وهاي دوز. اللو دوز ديكساميثازون في الاكتوبيك هيعمل سابريشن. ليه؟ ده جاي منين؟ من اللانج مش من البيتيوتري ماشي. يبقى هنا نو ريسبونس. في البيتيوتري ادينوما عمال يطلع اس تي اتش، هدي ديكساميثازون هيعمل سابريشن في اللودوز مش هيحصل، نو ريسبونس بقى. هنفهمها لما اقول الهاي دوز. الهاي دوز هيجي على الاكتوبك مش هيعمل ريسبونس، نو ريسبونس. هيجي على البيتيوتري ادينوما هيعمل ريسبونس. ايه هو الريسبونس اللي هيعمله؟ هيقلل الاس تي اتش، وبالتالي لما اقيس كورتيزول هيقلل الكورتيزول. يبقى الريسبونس هنا الاقي الكورتيزول ولا
انا خدته من ناحيه التيومر، انما احنا بناخده في الاندوكراين ناحيه الكاشنج سندروم. اصل الكاشنج سندروم يا جماعه هو ثلاث حاجات، يا اما ديزيز جاي من البيتيوتري، اكسسيف برودكشن في اس دي اتش جاي من البيتيوتري وده كانسر، يا اما سندروم اكتوبك جاي من سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج، يا اما برايمري جاي من ادرينال كورتكس. الادرينال كورتكس عمال تطلع كورتيزول والبيتيوتري سليمه، يروح يعمل انهيبيشن للايه اس دي اتش. ماشي، اقولها تاني دي ولا تاني؟ دول زميلتكم بتسأل سؤال حلو ظريف، بتقول النورمال بيقلل كورتيزول وفي الهاي دوز بيقلل هنا الكورتيزول، ما انا اصلا اديته على الحته اللي بيطلع منها اس تي اتش، اديته على الحته بتاعه الادينوما، اللو دوز مش هيعمل ريسبونس فيها، انما الهاي دوز من كتر الضغط على الادينوما يقلله، يقلل اس تي اتش. فاهم الفكره؟ الديكساميثازون سابريشن تيست فيري امبورتنت، تكتبوه، بيجي من ضمن التستات اللي بقولها في الامتحان. نمبر 2 في الهرمونال از تيومر ماركر، هرمونز از تيومر ماركرز، هو الكالسيتونين. كالسيتونين ده ايه يا جماعه؟ خدتوه في الفسيولوجي، ده سكريتد منين؟ من الثايرويد، من السي سيلز اوف ثايرويد. ليه؟ ان ريسبونس اوف ايه؟ هايبر كالسيميا، عشان ايه يعمل ايه؟ يقلل الكالسيوم ريليز من البون. ماشي؟ عشان يظبط الكالسيوم. كالسيوم ليه؟ طب لما الاقي الكالسيتونين عالي معناها في تيومر في الثايرويد، في السي سيلز، في الثايرويد كانسر، الاقي الكالسيتونين عالي. يبقى ده تيومر ماركر للثايرويد كانسر، كارسينوما. ال HCG هيومن كوريونيك جونادوتروبين، لسه شارحه من شويه، الهيومن كوريونيك جونادوتروبين ده جاي من البلاسينتا، يبقى في التروفوبلاستيك تيومر بيزيد، ويجي من التستس في الميل، في التستيكولار كارسينوما بيزيد. ماشي؟ ها؟ انا اخذت الهرمونز از تيومر ماركر والانزيمز از تيومر ماركر. ماشي؟ هناخد الانتيجين از تيومر ماركر، والانتيجين دي انواع حقوقها، اول واحده فيهم اونكوفيتال انتيجين. كلمه اونكوفيتال موجوده في الفيتس، اصلا موجوده في الفيتس عشان تعمل لي تعوض للقلب من ديكريز، اصل القلب من في الفيتس سينسيس ديكريز، فبيطلع بدلها بروتين تاني، والبروتين التاني ده منها الفا فيتو بروتين والسي اي اي كارسينوم بارينت انتيجين، الاثنين دول اسمهم انكوفيتال انتيجين. ماشي؟ البروتين دول بيطلعوا عشان يعوضوا الالبومين اللي في الفيتس. بعد البيرث، بعد الولاده ب 18 شهر، يحصل ديس ابير للانكوفيتال انتيجين. يحصل لها ري ابير امتى؟ لما يحصل كانسر. في الادلت يحصل كانسر، او بعد السن ده يحصل كانسر. هم يظهر الالف فيتو بروتين في النبات سيلا كارسينوما، هقولها بعد شويه، والسي اي في جي اي تي كانسر والبريست والاوفريان ده جنرال. ماشي؟ اول واحد في الانكو فيتال انتيجين هو الالفا فيتو بروتين، فيري 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 امبورتنت. تحتيه كام خط؟ 60 خط. وملاو الفا فيتو بروتين. ماشي؟ الالفا فيتو بروتين ده نورمالي في الادلت اقل من 10 مايكرو لتر بير لتر، مايكرو جرام سوري، اقل من 10 مايكرو جرام بير لتر نورمالي، اقل من 10. يزيد امتى؟ في الهباتوسيلا كارسينوما. ممكن في الهباتوسيلا كارسينوما يوصل ل 1000 وعشان هو كونسيدرد سنسيتيف اند كونسيدرد سبيسيفيك، بنعمل بيه ديتكشن للايرلير ستيجز والسكريننج والبروجنوزز
والمونيتورنج اوف تريتمنت فيري امبورتنت الحته دي ماشي عشان هو سبيسيفيك شويه للليفر ماشي. يعني انا لو جبت سؤال في الامتحان تيومر ماركر الهيباتو سيلولار كارسينوما خدنا فيهم حاجتين لغايه دلوقتي ال دي 5 والالفا فيتو بروتين اهو مكتوب اهو ال دي 5 والالفا فيتو بروتين. هناخد حاجه ثانيه بعد شويه اسمها البروسترومين بريكرز ده بيجي سؤال بقى تيومر ماركر اوف ذا فولون كانسر نمبر 1 فيهم هيباتو سيلولار كارسينوما ماشي. في ثلاث حاجات الفا فيتو بروتين ال دي 5 والبروسترومبين بريكرسر. البروسترومبين ده ليه بريكرسر؟ لما يزيد البريكرسر بتاعه بتعتبره تيومر ماركر للهيباتو سيلولار كارسينوما. فاكرين الشكل ده؟ وحشنا الشكل ده، شكل الليفر. كرونيك هباتايتس تعمل سيروزز وتعمل هيباتو سيلولار كارسينوما وتطلع لها الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده كتيومر ماركر بس؟ لا، ده بنستخدمه في حاجات مهمه نقدر نعمل بيه ديتكشن للديزيز اللي ممكن يكون في الفيتس. اقدر اعمل ديترماين ديزيز موجود في الفيتس لسه ما اتولدش. هاخد عمليتك فلويد، فلويد اللي حواليه او الماتيرنال سيرم، السيرم بتاع المذر، واعمل فيه الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده بيزيد في ديزيز اسمه نيورال تيوب ديفكت، اوبن نيورال تيوب ديفكت. ايه الاوبن نيورال تيوب ديفكت ده؟ ليه اسم تاني على فكره اللي هو ايه؟ سباينا بايفيديا. كلمه سباينا بايفيديا، سباينا بايفيديا، سباينال كورد، بايفيديا يعني اوبننج، opening of spinal cord. The spinal cord في سلسلة الظهر يحصل له opening هنا او يطلع ال spinal cord لبره كده يبقى مفتوح. لو اي جرح ده يموت الانسان، وفعلا بيموت الطفل بعد شويه. ده اسمه open neural tube defect. وال open neural tube defect نتيجة deficiency of folic acid. ماشي؟ هي اللي هتسأل عليها دي سامر؟ ماشي. ماشي. الالفا فيتو بروتين انكريز في الامنيوتك فلويد والماتيرنال سيرم اللي الناس اللي بتكلم عند المذر اللي عندها فيتس في اوبن تيوب ديفكت، مش نيورال تيوب ديفكت. يبقى اول حاجه ديتكت السباينا بايفيديا او نيورال تيوب ديفكت انكريز الليفل بتاع الالفا فيتو بروتين. نمبر 2، ممكن الفيتس يبقى عنده امراض ثانيه. اه ممكن يبقى عنده داون سندروم، والداون سندروم ده عباره عن ترايسومي 21، يعني كروموسوم رقم 21 في واحد زياده. ترايسوم بدل ما هم اثنين بقوا ثلاثه كروموسوم، ماشي، نسميه ترايسومي 21. ده الداون سندروم. الالفا فيتو بروتين بيقل في الداون سندروم وبيقل في ترايسومي 18. الكروموسوم رقم 18 في كروموسوم زيادة نسميه ترايسومي 18. الالفا فيتو بروتين، الالفا فيتو بروتين انكريز في اوبن تيوب ديفكت وديكريز في الداون سندروم والترايسومي 18. بريجنانسي ده الامنيوتيك فلويد اللي حوالين الفيتس. ده الامنيوتيك فلويد. احنا بناخد عينة بالامينوسينتيسيس. يعني ايه امينوسينتيسيس؟ نحط ابره طويله كده زي ابره البيوبسي بالظبط ونسحب بيها بالامينيوتيك فلويد عشان نعمل فيه ديتكشن للالفا فيتو بروتين او نعمله في الماتيرنال سيرم. طبعا دلوقتي الدنيا تطورت ومش محتاجين ناخد امينيوتيك فلويد، بس ناخد امينيوتيك فلويد للتحليل الامينيوتيك فلويد في حاجات تانية كتير احنا ما قلناهاش بس ممكن نشرحها لو حد عايز. طب البريجننس دي، انا خرجت شويه عن تيومر ماركر. البريجننس دي انا ممكن اتابعها باذر ماركر، باربعه ماركر بنسميها كواد تيست. كواد يعني اربعه، اربعه ماركر.
اول واحد فيهم اللي قال فيه بروتين انكريزد في النيورال تيوب ديفكت وديكريزد في داون سندروم وديكريزد في ترايسوم 18. نمبر 2 الاستريول الكونجوجيتد فورم، سوري الانكونجوجيتد فورم، انكونجوجيتد فورم في الاستريول. الانكونجوجيتد فورم في الاستريول نورمال في الاوبن تيوب ديفكت وديكريزد في داون سندروم وديكريزد في ترايسوم 18. البيتا سب يونت في اتش سي جي بنستخدمه از ماركر للفيتوس. لقيه نورمال في الاوبن تيوب ديفكت وانكريزد في داون سندروم وديكريزد في الترايسوم 18. الانهبين خدنا الانهبين في الريجوليشن. انهبين ايه؟ انهبين ده نورمال في الاوبن تيوب ديفكت وانكريزد في الداون سندروم ونورمال في الترايسوم 18. Very important هذا التست. Very important. وجي في الامتحان كده سؤال مباشر. Discuss the quad test. بس. Discuss بتاع quad test هتكتب الجدول. أو تكتبه كلام. أنا كتبته جدول عشان يبقى سهل جدا في الايه؟ في المقارنة كده. ماشي وكاتبهم منظمين كمان. ماشي؟ نمبر 2 في الانكوفيتال انتيجين السي اي اي كارسينيو امبريونيك انتيجين. الكارسينيو امبريونيك انتيجين ده بنعتبره الجنرال تيومر ماركر. يعني ايه جنرال تيومر ماركر؟ يعني ده بيزيد في اي كانسر، بيزيد في الجي اي تي، بيزيد في البروستاتيك، بيزيد في الاوفر، بيزيد في البريست، بيزيد في اللنج، بيزيد في اي كانسر. ماشي؟ ده بتعتبره جنرال تيومر ماركر. السي اي اي ليه ميزه مهمه بقى. ايه الميزه المهمه دي؟ ان انا ممكن اعمل السي اي جنرال ده، انا حددت خلاص، حددت ان في كانسر دلوقتي موجود في الجي اي تي خلاص، وعايز اعمل سيرجري، عايز اعمل جراحه لهذا الماس اللي موجوده ده. اقدر اعمل ديسيشن يا دكتور، يا دكتور ديسيشن، ديسيشن يعني قرار ان انا هشيل الجراحه ولا لا لما اعمل سي اي. هيديني بيردن ديسيجن. يعني ايه بيردن ديسيجن؟ قرار، القرار ده هدي ولا لا، قرار الجراحه. ماشي؟ يبقى بيردن ديسيجن للريموفال بتاع السيرجري او ريموفال اوف سيرجري للكانسر. رقم 2 بيساعدني في حاجه ثانيه، بيساعدني في المونيتورنج بتاع السيرجري. لما ادي السيرجري وانا عارف ان هو كانسر ايه، ما هو جنرال، انا ده مش سبيسيفيك، ده جنرال، بس لما اعمل له فولو اب كل شهرين او كل ثلاث شهور بالسي اي اي هيديني انديكيشن ان السيرب جايبه نتيجه. ماشي؟ واضحه؟ خدنا الهرمونز انزايمز اونكوفيتال انتيجين. في انتيجين ثاني في الكربوهيدرات انتيجين. ايه الكربوهيدرات انتيجين ده؟ الكربوهيدرات اللي موجوده على السيرفيس بتاع السيل. السيل ده لو هي كانسر هتسكريت الانتيجين ده، بنسميه سي اي كربوهيدرات انتيجين. يبقى لو هو لو سكريتد من التيومر نفسه من الكانسر سيل مور سبيسيفيك. طب هو ممكن يبقى سكريتد من حاجه ثانيه؟ سكريتد من التيشو نتيجه الريسبونس بتاع الكانسر، برضه مور سبيسيفيك زان انزايمز اند هرمونز. يبقى ده مور سبيسيفيك زان انزايمز اند هرمون انتيجين اون ذا تيومر سيل سيرفيس او انتيجين سكريتد باي ذا تيومر سيل. ماشي؟ التايبس بتاع الكربوهيدرات انتيجين اديناهم ارقام، مجرد ارقام، خدنا الكلام ده في البريست، الارقام الكلام اللي تعودنا عليه. سي اي 15-3 ده ماركر للبريست كانسر، سي اي 549 ماركر للبريست كانسر، سي اي 27-29 ماركر للبريست كانسر، ام سي اي اللي هو ميوسين كارسينوما اسوشيتد انتيجين ماركر للبريست كانسر. انا جايبهم ورا بعض عشان يتحفظوا صح. ماشي؟ يبقى البريست كانسر فيها اربع حاجات، سي اي 15-3، سي اي 549، سي اي 27-29، دول خدناهم. طيب في كانسر تاني او تيومر تاني للبريست، هير 2 لسه واخدينه من شويه، ده ماركر للبريست كانسر.
طب في حاجات تانية لسه حاجات هناخدها في المحاضرة النهاردة. تيومر ساب ريسيف جين 13 كيو 16 كيو 17 كيو الكلام اللي قلناه في الكيس. واضح؟ السؤال بيجي رايت ذا تيومر ماركرز اوف ذا فولوينج كارز. خدنا نمبر 1 هيباتوسيلا كارسينوما، نمبر 2 بريست كارز. السؤال ده يستمر معانا لغايه بتاعه المحاضره. الماركرز اللي موجوده في الكانسر ماشي، نمسك الانتيجين تاني. في انتيجين تاني في 125 انتيجين، 125 سي اي 125 ده ماركر للأوفيريان كانسر. طب الأوفيريان كانسر فيها ده بس ده، فيها حاجات تانية هناخدها دلوقتي. الأوفيريان كانسر فيها سي اي 125 وسي اي 19.9 وسي اي 72.4 وسي اي 15.3. ايه ده؟ هو 15.3 موجود في البريست وموجود في الأوفيريان؟ ما عشان كده انا بستخدم مالتي ماركر عشان نشخص بيها الكانسر. يبقى ده رقم 3 في السؤال، أوفيريان كانسر اللي هو اكسبلين او رايت ذا مين تيومر ماركر اوف نمبر 1 هيباتوسيلا كارسينوما، نمبر 2 بريست كانسر، نمبر 3 أوفيريان كانسر. انا بعيد وازيد عشان ما كتبش يكتب. نعم؟ مفيش كانسر لازم يسيب غير البي اس اي وشويه الالف فيتو بريتين بس، وبقيه التيومر ماركر كلها لازم يسيب لو لو والسنسيتيفيتي لو، مش هي نمبر نو لو. عشان كده بستخدم كذا واحد عشان اعرف. لما استخدم في الاوفر الاربعه دول هقدر اقول ان في اوفر، لما استخدم في البريست كل دول هقدر اقول ابصر بالعشر ان في بريست. كلهم بيزيدوا، كل اللي بقوله ده بيزيد، مفيش حاجه في التيومر ماركر حاجه تنقص خالص. تيومر ماركر يعني ماركر بيزيد نتيجه الكانسر. ماشي، نمسك انتيجين تاني الدوبين 2. دوبين الدوبين ده موجود في البنكرياس، انديكيت البنكرياتيك كانسر. ده البريست كانسر، واضح الفانجيتد اريا دي بنشيلها الاول بعد كده نعمل ريموفال للبريست. وده الاوفيريان كانسر، وخدنا حاجه اكزامبل الاوفيريان كانسر البوكس. ماشي، في انتيجين تاني البلاد جروب بتاعتنا اللي هي A وB وAB عليها انتيجين. السيلز الار بي سيز عليها انتيجين، والانتيجين ده كربوهيدرات ان نيتشر، وعشان هو كربوهيدرات ان نيتشر سميناه بنفس الاسم سي اي كربوهيدرات انتيجين. ماشي، البلاد جروب انتيجين ده عباره عن كربوهيدرات انتيجين على البلاد سيلز انكلودنج سي اي 19.9 وسي اي 50 وسي اي 72.4 وسي اي 242. السي اي 19.9 ماركر للبنكرياتيك والكولوريكتال كارسينوما، والسي اي 50 ماركر للبنكرياتيك والكولوريكتال كارسينوما، والسي اي 242 ماركر للبنكرياتيك والكولوريكتال كارسينوما. انا بكتبهم تحت بعض عشان تحفظ. يعني البنكرياتيك والكولوريكتال كارسينوما الثلاثه فيهم الثلاثه السي 19.9 و 72.4 و 242. سوري سوري، سي اي 50 19.9 و 242. ال 72.4 ده اوفيريان، اوفيريان وجي اي تي، و 19.9 كان موجود في الاوفيريان. ما انا هنحفظ ازاي؟ نحفظ بطريقه الاورجن بالكانسر. السؤال اللي انا بقوله الكانسر ده بيزيد فيه تيومر الفلانيه والفلانيه والعلانيه، وهقول السؤال بتاع السنجل تيومر ماركر هقوله في الاخر. ماشي، طريقه الامتحان انا هقولها. ماشي، يعني انا لو خدت ماركر البنكرياتيك والكولوريكتال كارسينوما هما الثلاثه 19.9 242 وسي اي 50، ماركر للبنكرياس بس هاخد الثلاثه برضه، الثلاثه 19.9 و50 و242 ومعاهم الدوين 2 لسه واخدينهم من شويه، وهناخد حاجه زياده بنكرياتيك اسوشيتد انتيجين بي اي اي، بنكرياتيك اسوشيتد انتيجين. يبقى انا لو قلت تيومر ماركر للبنكرياس هقول كل دول.
الارقام اللي دلت عليه. انا عندي كربوهيدرات انتجين كتير في البودي، فحطوا ارقام بناء على السيباريشن بتاع الانتجين. الانتجين سيباريتد ازاي؟ فحطوا ده سيباريتد بالطريقه الفلانيه خد رقم، ده بالطريقه العلميه خد رقم، بالطريقه وهكذا. ليه بقى؟ عشان ادرس. لو انا اديت اسماء لل، لو انا مش هدي طبعا، انا مش يعني انا باحث التيومر ماركر بس يعني مش الحته دي ماشي. لما اجي ادي اسماء للتيومر ماركر هدي هجيب اسماء الدنيا كلها عشان احطها في الايه تيومر ماركر، فادي ارقام ماشي. ماركر للكولوريكتال كارسينوما، كولوريكتال كارسينوما بس الثلاثه بتوع البنكرياس كولوريكتال كارسينوما 19 9 سي 50 242، وهناخد التيومر سابريسور جين اللي هم 5 كيو 21 و18 كيو 21. هناخد التيومر سابريسور جين دلوقتي ماشي. يبقى السؤال ماشي كالاتي، خدنا اول ثلاث حاجات. رقم 4، مش احنا وصلنا رقم 4؟ بنكرياتيك كانسر. رقم 5 كولوريكتال كارسينوما. ده بنكرياتيك وده كولوريكتال كارسينوما وده ستومك كانسر. البروتينز از تيومر ماركر، خدنا هرمونز انزيمز انتيجين انكوفيتال كربوهيدرات وبلاد جروب، وهناخد البروتين از تيومر ماركر. ممكن نستخدم البروتين از تيومر ماركر ازاي؟ ممكن نستخدم الالفا 2 ماكرو جلوبولين، ده بروتين. ده في اللوكيميا كرونيك لمفوسيتك لوكيميا سي ال ال، كرونيك لمفوسيتك لوكيميا. سي بيبتايد في الانسولين، انسولينوما، انسولينوما اللي هي بنكرياتيك كانسر عمال يطلع انسولين، هي الاو دي اي على فكره اللغه الاولانيه ده انسولينوما بين الجنا وحط انسولينوما، بنكرياس عمال يطلع انسولين وده ما تيومر. السي بيبتايد از تيومر ماركر للانسولين. فيريتين تيومر ماركر للوكيميا. بي اي اي بنكرياتيك اسوشيتد انتيجين بنكرياتيك كانسر. بروثرومبين بريكيرسر لسه واخدينها هبات السيلا كارسينوما، انا رابط الدنيا ببعضها في المطر. تيومر اسوشيتد تريبسن انهبيتور تاتي، تيومر اسوشيتد تريبسن انهبيتور ده في اللغة سمول سي كارسينوما في اللغة ماشي. ده البروتينز از تيومر ماركرز، ريسبتورز از تيومر ماركرز. ايه الريسبتورز ده؟ الريسبتورز بتاع الهرمونز، الريسبتورز بتاع الهرمونز الاستروجين ريسبتور والبروجستيرون ريسبتورز. قلت حاجه شبهها في اول المحاضره بتاع الهيرتو ماشي. الاستروجين ريسبتور والبروجستيرون ريسبتورز دول بيشتغل عليهم الاستروجين والبروجستيرون. في البريست كانسر لو الريسبتورز دول موجودين معناه ان انا هدي هرمونال ثيرابي، هدي استروجين بروجستيرون ويحصل لي ايراديكيشن بالهرمونال ثيرابي. لو الريسبتورز دول مش موجودين يعني نيجاتيف تيومر ماركر، القرار بتاعي هدي كيمو ثيرابي. يبقى في البريست كانسر هو ان بريزنت استروجين وبروجستيرون ريسبتورز بوزيتيف انديكيت هرمونال ثيرابي، لو نيجاتيف انديكيت كيمو ثيرابي. مش كده بس، دي اصلا انديكيتور للبرولونجد سيرفايفر. طبعا السيرفايفر من عند الله، بس انديكيتور للبرولونجد سيرفايفر ان اللي عنده بوزيتيف او اللي عندها بوزيتيف استروجين ريسبتور وبروجستيرون ريسبتور استيمر ماركر بوزيتيف، دي ليها لونجر سيرفايفر ماشي. نفس الفكره في الميل الاندروجين ريسبتورز، الاندروجين ريسبتورز دي موجوده في التستيكل عشان تعمل لي منتين للجروس والديفرنشيشن بتاع البروستاتيك. لو في بروستاتيك كانسر وعملت الاندروجين ريسبتور ولقيته بوزيتيف يبقى هدي هرمونال ثيرابي، لو لقيته نيجاتيف هدي كيمو ثيرابي. ونفس الفكره لونجر سيرفايفر
لو ايه يعني جود بروجنوزز لو لقيته بوزيتيف. واضحه دي؟ كان بيجي سؤال من فصل ده ديسكاس ذا هرمونال ريسبتورز اس هيومن مارك. ديسكاس ذا هرمونال ريسبتورز اس هيومن مارك. حد بيسال سؤال؟ سالي بقى. هو انت ساره مش كده؟ اتفضل. نعم؟ نركز بس شوية. هي بتسأل يا جماعة سؤال بتقول ايه؟ هو المفروض في الكانسر الهرمونال بيزيد مش كده؟ انت بتقول لما اجي ادي هرمونال سيرابي لحاجة فيها كانسر والهرمونال زيادة زي ما قلت في الاول بدي ايه؟ الانتي استروجين اللي هو الهرسبتين اللي انا شرحته في الاول بدي ايه انتي استروجين. اقصد بهرمون السيرابي يعني عاكس الهرمون. لا مش اساسي. ممكن يكون البريست كانسر مفهوش هرمون الريسبتور وتفصل كتير نيجي نعمل له تحليل يطلع الاستروجين ريسبتور بجسيد ريسبتور بنيجاتيف. فالناس دي كل واغلب الناس على فكره بندي له كيمو سيرابي. لا الريسبتور في النورمال موجود عشان الهرمونز شغاله موجوده اصلا شغاله. دي مستحيل يا طبعا. دي انا بتكلم على ديزيز. محدش يطبق الموضوع على نفسه يا جماعه خالص. ما تعملوش زي ما احنا كنا في احنا في طب واحنا صغيرين كنا ناخد ديزيز الواحد يروح البيت يفكر بقى يا ده انا جالي هدك النهارده اه طب ممكن يبقى عندي حاجه في الاي ممكن يبقى كانسر في الاي اه لا ممكن في كده. كنا نعمل كده زمان. ما تعملوش كده وانتوا صغيرين كده. اتعلموا مننا. ممكن نستخدم الجين اس تيومر ماركر جيناتيك ماركر. الجيناتيك ماركرز الانكوجين اس تيومر ماركر انواع الانكوجين بقى بحروف ان راس في الاكيوت مايلويد لوكيميا الكي راس في اللوكيميا والليمفوما ستي مايس في سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج البيكليتو في اللوكيميا والليمفوما. ده نحفظهم لا محاله. الارقام دي مديه بناء على البروسيدور اللي انا اتكلمت عليها من شويه. التيومر سبريسور جين اس تيومر ماركر تعرضنا عليهم من شويه. تعرضنا ليهم 13 كيو 16 كيو 17 كيو في البريست كانسر. الدنيا مربوطه ببعضها. و13 كيو 14 في سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج و5 كيو 21 و18 كيو 21 و17 بي 13 في الكيلو كولو روكتال كارسينوما وخدناهم من شويه. ماشي؟ بمعنى لو قلت تيومر ماركر للوكيميا فيها ايه اللوكيميا؟ هجمع اللي فات كله. فيها انكوجين ان راس وكي راس وبيكلي 2 مع قلب الكالنسوستاتيز وال دي ال دي 5. يبقى هكتب اللوكيميا من ضمن السؤال رقم 6 في السؤال. اللوكيميا رقم 7 الليمفوما. ايه تيومر ماركر بتاع الليمفوما؟ الانكوجين كي راس وبيكلي 2 وسي مايس والكالنسوستاتيز وال دي 5. احنا وصلنا رقم 6 ولا 7؟ رقم 8 سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج. يبقى خدنا 8 ديزيز في التيومر ماركر. في الامتحان بيجي منهم اثنين دايركت هتقول التيومر بتاعه تحفظ الثمانيه. ماشي؟ بيجي منهم اثنين. ماشي؟ التيومر ماركر لسمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج اونكوجين سي مايس تيومر سبريسور جين 13 كيو 14 في الروتين بروتين تيومر اسوشيتد تريبسن انهبيتور اللي هو التاتي نيورون سبيسيفيك انوليز سي كي 1 او بي بي وادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. دول تيومر ماركر للمين؟ سمول سيل كارسينوما اوف ذا لانج. ده اللانج كانسر بين عنكم اللانج كانسر طبعا والسموكنج اجريفيت الكيس وباي باي باي وان كنا بنشرح الافكت بتاع السموكنج على اللانج. معرفش خدتوها ولا ما خدتوش معايا باي وان ولا خدتوها معايا؟
كل ما شرحنا حتة الالفا وان التريبسين ديفيشنسي والإفكت بتاع السموكينج عليها. لو حد فاكر القصة دي فاكرين الكوشن بتاع تيومر ماركر انا كاتبها تاني لو حد عايز يصورها يفضل يصور الكوشن هاي واللي كاتب خلاص نمبر وان صوروها عشان السنجل تيومر ماركر اللي هما السؤال الاولاني ده انا ما ملتوش لسه. هنذاكر البي اس اي كويس، الاي سي تي اتش كويس، الالف فيتو بروتين كويس، والهرمونال ريسبتورز كويس. ده السنجل تيومر ماركر ماشي؟ يعني سنجل تيومر ماركر بيزيد في ايه؟ ماشي؟ واضحه دي؟ كلينيكال ابلكيشن اوف تيومر ماركر. السؤال الثاني ديسكاس الكواد تيست. الكواد تيست خدناه بتاع البريجنس في اربعه ماركر، الف فيتو بروتين وبيتا صابين بتاع الاس سي جي والانهبين ايه وكان ايه بعد كده وكان الانكونجريتد اس 3. السؤال رقم 3 اللي هو اللي انتوا تملتوه اللي قبل كده اهو كواد تيست. الامتحان السؤال اللي جاي اولا الغياب ادوني ورقة الغياب ادوني ورقة الغياب وهقول دلوقتي طريقة الامتحان طريقة الامتحان اللي هقولها هنا دلوقتي محدش يجي يوم الامتحان والاقي السوشيال ميديا مليانة الامتحان جاي ازاي وده عليه كم درجة وده داخل ولا لا ودي معانا ولا مش معانا كلام بلاقي ما بعرفش انام وما بيهونش عليا ما ردش بحاول ارد بقدر الامكان بس في ناس ما بقدرش ارد عليها ماشي. الامتحان بقى انا مسجل الكلام عشان تسمعوا الامتحان عبارة عن 65 درجة على الكلينيكال بايوكيمستري. نركز بس يا جماعة. 65 درجة على الفاينل ريتين بيبر وعشر درجات على الاورال. الاورال بيجي لنا في الكلينيكال بايو علماء مصر عمداء كليات ووكيل كليه واستاذ كبير في الماده ومنهم اربع اطباء. بالنسبه للريتم نركز بقى نركز اللجنة بتاعت الجودة اللي جات يا جماعة كان منها ناس بتجينا في الأورال ودي كانت عارفة واخدة فكرة عن الكفاءة بتاعت الكلية بتاعتنا من خلال ان هي بتيجي الأورال وتراجع معانا وتسأل الطلبة فساعدت كتير في اللجنة ماشي؟ عارفين الاسم طبعا طبعا بس لسه القرار الرئيسي ما نزلش بس القرار الاورال اللي احنا خدناها بإذن الله يعني. بس القرار الرسمي هينزل ان شاء الله بعد شهر الفاينل بقى مقسوم كالآتي 16 درجة و 49 درجة يعني 50 و 15 تقريبا 19 درجة بارت 2 و 49 درجة بارت 1 ثلاث محاضرات بتوع الدكتور رانيا والتسع محاضرات الدكتور سامبل
نركز بقى تاني. الامتحان عبارة عن ايه؟ المين سكيلتون. هقول دلوقتي المين سكيلتون بتاع الامتحان بيجي اربعة ريبورتس. الاربعة ريبورتس عبارة عن سيمن، يورين، سي بي سي، بوست كويتال تيست. بيجي امتحان ساعتين لسه بدري قوي. بيجي سلايدز مايكروسكوبيك اكزامينيشن. مايكروسكوبيك اكزامينيشن للسي بي سي واليورين والسم. بتيجي على هيئه كيس، مش كيس كامله، لا ممكن اقول لك فيها في السي بي سي مثلا ان الشخص ده عنده كرونيك هيباتايتس والسي بتاعته السي بي سي بتاعته كذا، تقدر تشخصه؟ بلاش كرونيك هيباتايتس، اقدر اقول لك ان عنده الماركر الفلاني هيباتايتس سي فيروس مثلا انتي بودي اي جي جي موجوده عند الشخص ده والسي بي سي بتاعته كذا. طب ده عنده ايه؟ ونفس الفكره لليورين والسيمن بنفس الطريقه. والسيمن انتوا عارفين هرمونز ماشي، واليورين ليها علاقات كتير. ده المايكروسكوبك اكزامينيشن ماشي. الكيسز بيجي خمسة كيسز. الكيسز اللي بتيجي نفس الكيسز اللي خدناها. هو الاول انا كنت بغير الكيس خالص دلوقتي عشان بما انكم شاطرين وبقيتوا خبراء في الكلام ده فهنجيب الكيس زي ما هي ومش هضحك عليكم زي ما ضحكت عليكم في الكويز وقلت لكم هنجيب سؤال وما جبتش السؤال ماشي. هنجيب الكيس زي ما هي، هغير حاجه واحده صغيره، السن والصوره. محدش يحفظ الكيس، تفهم الكيس. انا لسه لغايه دلوقتي لقيت في زمايلكم حد بيقول لي بدون ذكر اسمه عشان انا حافظ الاسم، بدون ذكر الاسم بيقول لي مش شايف الكيس اللي سنها 49؟ اه دي كذا. حافظ الكيس بالسن، ما ينفعش الكلام ده، دراسه مش كده، لازم ابقى فاهم ماشي. حلو الضحكه اللي بحط عليكم في الكويس. لا الصورة والسن عاملها بالليل، اغير الصورة والسن. توزيع الدرجات لسه انا ما عملتوش نهائي عشان انا لسه عملت السكيلتون بس، ما وزعتش لسه الدرجات. ما حدش يسالنا على درجات الاسئله عشان ملهاش لازمه، ده لسه الامتحان ما خلصش. السؤال اللي بعده ممكن يجي لنا كلينيكال ابلكيشن لماركر. والماركر ده انكلود بايو كيميكال ماركر، والبايو كيميكال ماركر تشمل كل الماركر سواء تيومر ماركر او هرمون او انزيم او بروتين او بيلروبين او البومين، اي ماركر ده اسمه ماركر بايو كيميكال ماركر. انما لو حددت في السؤال تيومر ماركر يبقى هقول التيومر ماركر بس، لو قلت بايوكيميكال ماركر يبقى اقول كل حاجه. رقم اللي بعد، ممكن يجي لي ديزيز واقول للابراتوري دايجنوستس بتاعته ماشي. طب ممكن يجي لي ديزيز واقول كل حاجه فيه كوزز لابراتوري دياجنوزيس سيمبتومز تريتمنت. Thank you.
لا الحمل عندي عدد قليل على اللي بعد كده لسه يا اخت ما قلتش بقيه الامتحان ممكن يجي سؤال ام سي كيو وده اكيد ممكن يجي سؤال ترو اور فولس ممكن يجي سؤال ماتش ده الامتحان ماشي جزء الدكتورة رانيا لسه ما حددتش صح الحقيقة بس ممكن تدخل معايا في الامتحان ماتش وممكن تدي سؤال حتة صغيرة جيب لي كده يعني الله اعلم بس لسه ما حددتش الامتحان ساعتين هيتحل في ساعتين الا ربع وهنراجع في ربع ساعه انا هحط الامتحان وانا هحدد الطريق وهنراجع في ربع ساعه محدش يمشي يا جماعه محدش يمشي اتفضلي بص اتفضلي نعم مفيش حاجه مش هتيجي مفيش حاجه في المحاضرات تتلغي نقول انا كنت ناوي اجيب في المحاضره الاولى واحده من الريجوليشن بما انكم بقيتوا خبراء مش هنجيب المحاضره الاولى بس واليوم ماركر مختصره الاسئله اللي موجوده بس مفيش اسئله كده اليوم ماركر الحاجات اللي انا قلتها بس واضحة؟ تسهيل أكتر من كده؟ هيا عليكم شكرا جزيلا نشوفكم على خير إن شاء الله الترم الجاي وكل سنة وانتم طيبين وبقيتوا خبراء في الكلينيكال بايو كيمستري أشوفكم إن شاء الله في الامتحان حلين جايبين كلكم A و A- مفيش أقل من كده